يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم في من هو على سفر لمدة عام أو أكثر وليست معه زوجته؟ هل يجوز له الاستمناء باليد علما بأنه لا يستطيع الصيام لظروف عمله؟ لا يجوز له الاستمناء باليد، لكن يرجع إلى زوجته بين حين وآخر، والرجوع اليوم متيسر، وسائل النقل السريعة والحمد لله طائرات وسيارات. نعم.